تشكيلة الأنصار، يتواجد عبد السيسي في حراسة مرمى رباعي خط الدفاع، من اليمين لليسار عدي عمرو، ولدينا فهد مرواني وإبراهيم أسبع كقلوب دفاع، باك أيسر ريان الحربي، محاور ارتكاز في فريق الأنصار براء فلاتة، وأيضا لدينا كابتن الفريق عبد الرحمن أنس طرف أيمن، يتواجد فيه مراد مهدي طرف أيسر، سلطان أبو الريس صناعة اللعب رائد المرواني، وأيضا المقدمة متروكة للهداف خالد القصيمي القادم أيضا من الغريم التقليدي فريق أحد. في الخليج وما أدراك ما الخليج، فريق الخليج الذي استطاع أن يذل فريق حطين بهزيمة ثانية ومتصدر دورية، تعرض لهزة ثانية في أيضا جولة 13، ولكن الخليج للتذكير بالزي الأصفر والشورت الأخضر على يدور السادة المشاهدين، وفي حراسة مرمى مسلم الفريج، وأيضا للتذكير فالفريق الخلجاوي يلعب اليوم بأربعة ويلعب بثلاثة أربعة ثلاثة، هناك في المقابل فريق الأنصار يلعب بأربعة خمسة واحد، ولكن هنا الجسارة أيضا من المصري أيمن رجب اليوم في لقاء هنا في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، لقاء في الجولة 14، ولكن أيضا في الدفاع يمين لليسار طلال مجرشي أحمد عجمي وأيضا زهير السيهاتي، محاور الارتكاز حسن الطرير، وأيضا لدينا أو حسن الطريدي وسعد العبود طرف أيسر، محمد محروس طرف أيمن، حسين الشيخ ثلاثي المقدمة، خالد عبود، حسين تركي، وعلي الشعلة. هنا الخطأ للأنصار، هنا الصافرة من الحكم، ضربة حرة مباشرة أولى لأبناء طيبة، ضربة حرة في نصف ملعب الأنصار، الأنصار يبحث عن فوز بعد تعادلين، الأنصار يقبع في مركز سابع بعد 13 لقاء، 5 فوز 4 تعادل 4 خسائر، سجل 16 هدف في مرمى 15 له أيضا 19 نقطة، الخليج هو الآخر ليس يعني بأفضل حال، ولكن مركز خامس 5 فوز 5 تعادل 3 خسائر، لا 20 في مرمى 19 وأيضا لا 20 نقطة، أرقام متقاربة جدا بالنسبة للتسجيل أو في التسجيل في المرمى، وأيضا فرق النقطة الوحيدة. هنا الأنصار في المنتصف جهة الطرف الأيسر عند سلطان أبو الريش القادم من نادي الرياض مدرسة وسطى، يلعب أول مواسمه مع أيضا أبناء طيبة، هنا الرسالية للأمام محاولة، ولكن أيضا الكرة تقطع من حسن الطريدي، عدد ولا كرة ما زالت للأنصار، جهة الطرف الأيسر قطعت للخليج، عادت في المقدمة إرسالية للتركي، حالة تسلل، ضربة حرة غير مباشرة محتسبة أيضا على هداف الفريق الخلجاوي، هنا راية، هنا حالة تسلل للفريق الأنصاري وعلى فريق الخليج. للتذكير أيضا دوري ركات تم تقسيمه لأربع مستويات، أنصار قادسية نهضة أبها مستوى أول، وأيضا لدينا حزم جيل طائي الخليج مستوى ثاني. هنا المحاولة للخليج، عادت للثلاثي في المقدمة، خطير محاولة جهة الطرف الأيمن، العبود هذه تسديدة من خالد العبود، تسديدة يمينية، محاولة أيضا بحث عن شباك عبدو بسيسي، عبدو بسيسي خلاص جدد الموسم، ولكن شوف هنا التسديدة، هنا الدخول، هنا التوغل، ولكن ليس يعني أمام العبود إلا التسديد، أولى الحلول، أولى الكرات الخطرة على مرمى القادم من نادي الاتفاق بالإعارة، طبعا معار خالد العبود صاحب القميص رقم 4 من نادي الاتفاق يلعب موسم مع الأنصار. هنا المحاولة للأنصار والكرة عند عدي عمرو، كرة ارسالية للأمام، محاولة الكنترول عند القصيمي والضغط عليه أيضا من أحمد العجمي، جانبية للأنصار، جانبية للأنصار، والجانبية في الطرف الأيمن، والطرف الأيمن هناك عدي عمرو، يبدو أنها ستلعب بالأمام، ستلعب بشكل طويل كضربات الزاوية على القائم الأول ومن ثم التجهيز، ولكن واضح معنا هنا في الصورة أيضا لاعب فريق الأنصار رائد مرواني يزاحم ويشارك في المقدمة، المحاولة والإرسالية بالفعل، التجهيزة والتسديد ولكن ضعيفة، عدت مرت سلامات، بكر فيها الطيبين وأبناء طيبة طيبة. هنا المحاولة كما ذكرنا إرسالية على القائم الأول، تجهيزا من المرواني، التسديد على طول من القصيمي، ولكن التصدي، كل التصدي من مسلم الفريج، أفرجها والفريج أيضا يتصدى لكرة القصيمي، هنا الإرسالية، هنا ضربة الزاوية تلعب ولكن تعود للخلف، براء
محاولة من عبد الرحمن أنس جهة الطرف الأيمن، ولكن الضغط عليه أيضا من الباك الأيسر زهير عسهاتي، والكرة والإرسالية للأمام للخليج. هنا المحاولة، الضغط أيضا عليه من عبد الرحمن أنس، إرسالية للأمام حسين التركي، ولكن أيضا التغطية عليه من فهد مروان إبراهيم السبيع. كرة عادت لا وجود للخطأ، استمرارية جانبية للخليج. هنا هادي الوالي، ثالث لقاءاته، 53 سنة، يحضر بديل المصري أيضا شريف خشاب. شوف هنا اللقطة الأخيرة، تكاتف، التحام رياضي، لا وجود لخطأ، استمرارية من حكم اللقاء، والكرة في المنتصف عادت للخليج. أوه هنا الإصابة، ولكن أيضا كنترول والإدفانتج من حكم اللقاء، والكرة عادت، ولكن هنا واضح معانا 77 حسين الطريدي. ألف سلامة، ألف سلامة حسين الطريدي. وهنا الإرسالية أيضا للأمام، وكل الجسارة من أبناء دانا، وأيضا من المصري أيمن رجب، ولكن هنا المحاولة، التسديدة، وأيضا التسديدة أيضا ترتطم في خالد، أو ترتطم في مرواني. شوف هنا الإرسالية كانت جهة الطرف الأيسر، محاولة من مهدي أو مراد مهدي، والتسديدة ترتطم أيضا في زميل مهدي وفي رائد مرواني تحديدا. شوف كانت في محاولة البحث عن مقص أيسر أيضا لمسلم الفريج، ولكن الكرة ترتطم في رائد مرواني، تعود ضربة مرمى للخليج. إرسالية للأمام، لم تتخطى المنتصف في الدائرة، رأسية على مرتين، خطأ، صافرة، ضربة حرة مباشرة للخليج. حطين عروبة الوطني والرياض في مستوى ثالث، سدوس الربيع نجمة، والباطن في مستوى رابع. طبعا الأفضل والأفضل والميزة في 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 دوري ركال المحترفين انه يلعب ايام اربعاء خميس جمعة ويكند، اجازة نهاية الاسبوع، 30 مباراة لكل فريق، 16 فريق يتواجد في هالبطولة. طبعا تم زيادة الفرق من 10 فرق الى 16، وراح نتكلم عنها بتداول وبزيادة فريقين في كل سنة. هنا الكرة للانصار والارسالية للانصار، ولكن هنا الرأسية ايضا من حسن الطريدي، عادت مرة أخرى أحمد عجمي، سبق ممثل النصر. هنا المحاولة وإرسالية جت عبود، هذه خطرة، ممكن هدف للخليج، ولكن هنا التغطية أيضا من عبدو بسيسي، تغطية لكرة حسين التركي، كرة كانت فيها إرسالية للأمام في عمق الدفاع ما بين قلوب الدفاع، محاولة لعب الكرة أيضا من فوق عبدو بسيسي، ولكن التصدي، كل التصدي من أيضا كابتان والأنصار اليوم، واللي تم التجديد معه لموسم إضافي. شوف التصدي كان أيضا من قلب الدفاع إبراهيم السبيع، العودة كانت كل العودة من قلب الدفاع، ولكن هنا أيضا التوجيهات من عبدو والتوجيهات من حارس مرمى الأنصار. كرة تعود والإرسالية على القائم الأول، الكرة تقطع من السبيع، تعود مرة أخرى في المنتصف، براء فلاتة قادم من أولمبي الاتحاد إلى مرواني، رائد قطعت منه، عادت إلى عدي عمرو مرة أخرى، رائد مرواني، محاولة المرور والمرور بالفعل، ولكن الكرة قطعت، عادت مرة أخرى للخليج، محاولة المرور والمحاولة والحل الفردي لا يكسب، شجاعة يعني لا تنفع في كثر المدافعين. كرة عادت مرة أخرى للخليج، ولكن هنا الكنترول في المنتصف، براء فلاتة محور صريح أيضا في الفريق الأنصاري بجوار عبد الرحمن أنس كابتن فريق الأنصار. كرة عادت لحارس المرمى والإرسالية الطويلة في المنتصف تماما، عادت مرة أخرى واليسارية جهة الطرف الأيسر، متناقلة خطيرة عند سلطان أبو ريش قادم من الرياض، إرسالية للأمام، محاولة البحث أيضا عن خالد قصيمي، ولكن الكرة في يد الفريج. حطين يتصدر المسابقة ب 27 نقطة، يلي القادسية ب 24 نقطة، في العروبة 22، نهضة 21، الخليج كخامس 20، طائي هو والأنصار سادس وسابع ب 19 نقطة، ومن ثم الباطن لديه 17 نقطة في المركز الثامن، 16 نقطة تاسع وعاشر أبها والجيل، ومن ثم لدينا الوطني أيضا لديه 19 نقطة، ولكن هنا الكرة أيضا ترتطم في عدد لاعبي فريق الخليج، والكرة في حسين الشيخ تحديدا. ألف سلامة، ألف سلامة لمحمد محروس، محمد المحروس وليس الشيخ، كرة ترتطم في اللاعب مباشرة، وأيضا هنا إخراج الكرة بكل روح رياضية للإطمئنان على لاعب الخليج، والكرة يعني كان الإخراج من فريق الأنصار. طيبين أبناء طيبة،
لكن للتكميل الرياض لديه 15 نقطة في مركز الثاني عشر، النجمة رابع وثالث عشر ب 14 نقطة، سدوز في المركز الرابع عشر ب 12 نقطة، ومن ثم أخيرا الحزم الربيع 15 سادس عشر ب 10 و9 نقاط. كرة تعود للخليج، حسين الشيخ طلب الكرة أقصى اليمين هناك عند محمد محروس، العودة إلى أحمد العجمي، محاولات ما زالت للخليج والبحث دائما عن الطرف، إرسالية للعبود أو حسين التركي، ولكن هنا تغطي أيضا من ريان حربي، ولكن يقول ما في أحد يفتح والمساحة ما في وراء وأنا قاعد انضغط، وهذا الكلام قاعد يصدر من لاعب العبود والمعار من نادي الاتفاق واللي موسم واحد مع الأصال. كرة تعود والتغطية من العجمي مرة أخرى، برافو قلب الدفاع، رسالية أيضا للأمام، عبود محاولة المرور من براء فلاتة، الضغط عليه من محور الارتكاز عدد للعبود، إصرار جهة الطرف الأيمن، محاولة للخليج، هنا الخليج يبحث، هنا الأمواج أيضا تريد أن تهدر للمرة الثانية بعد أن أذاقت الطين يعني خسارة ثانية بعد خسارة أولى لمتصدر الدوري. التغطية كانت من إبراهيم السبيع، ولكن للتذكير حطين هو الأكثر فوز والأقل فوز لدين الربيع بفوزين فقط، حطين فاز في 8 من أصل 13، الربيع ليس لديه إلا فوزين. هنا الكرة تعود إلى طلال مجرشي، إرسالية للتركي لم تخرج، هنا المحاولة على المطالبة بخطأ، عادت للعبود يسارية، التغطية أيضا من عبد الرحمن أنس مرة أخرى من الطريدي، إرسالية للأمام من دون عنوان جانبية للأنصار. ولكن لو تكلمنا أيضا عن الأكثر تعادل فهو القادسية بست تعادل، غريب شوية وأرقام القادسية غريبة شوية، ولكن هنا هادي، هنا هادي الوالي 53 سنة بديل الخشاب، والكرة أيضا عادت للخليج. القادسية لديها 6 فوز وأيضا لديه 6 تعادل، ليس لديه أي خسارة من 12 نقطة. القادسية الأكثر تعادل، وأيضا الرياض لديه 6 تعادل، ولكن أقل تعادل الحزم بتعادل وحيد، الأقل خسارة والفريق الذي لم يخسر هو القادسية كما ذكرنا، والأكثر خسارة الحزم بتسع خسائر. على الكرة المرواني، عادت مرة أخرى محاولة مرور من رائد، ولكن الضغط عليه أيضا من العجمي والخطأ لرائد مرواني. إذا لو تكلمنا على الأكثر تسجيل فهو النهضة ب 21 هدف، الأقل تسجيل النجمة بتسعة أهداف. أيضا أفضل دفاع وأفضل حراسة مرمى القادسية بسبعة أهداف فقط، اهتزت شباكة لسبع مرات فقط. الأضعف في منطقة الدفاع وفي خط الدفاع سدوس والحزم في مرماهم 22 هدف. كرة والخطأ عند فريق الأنصار، والخطأ عند مراد مهدي، كرة ثابتة على الطرف الأيمن، إرسالية قائم أول التغطية من العجمي من قلب الدفاع، دوران إرسالية يسارية أيضا خلينا نقول تخطت المرمى بشكل كبير، عدد ضربة مرمى عند مسلم الفريج وعند الخليج تحديدا. شوف إرسالية مراد، محاولة الرأسية، تغطية من قلب الدفاع، تسديدة مرة أخرى من براء فلاتة، الكرة خارج يعني العارضين والقائمين والعارض، ضربة مرمى للخليج، ضربة مرمى للخليج، والكرة والإرسالية من مسلم الفريج، والخطأ أيضا محتسب هنا في منتصف الملعب عند محمد محروس. لعبت بشكل سريع، محاولة طلال مجرشي، العودة مرة أخرى للخلف عند أحمد عجمي، المحاولات للخليج يبدو أنها أقل من الأنصار، الأنصار يبحث عن طرف، الأنصار لديه 4-5-1 كطريقة فنية أيضا لهادي الوالي التونسي، ولكن في المقابل هناك لدينا أيمن رجب المصري، لا والله لعبها 3-4-3 اليوم. هنا المحاولة، هدف أول للعبود، جول أول لخالد العبود، جول أول أيضا لأبناء الدانة، جول أول للخليج. حلوة وحلوة وحلوة يا عبود، مرور من العبود، جسارة، دخول، توغل، كان قبل شوية يقول زحمة، ولكن هنا الافتكاك بشكل رائع، هنا التحية أيضا من أمن، أيضا من أيمن رجب، شوف التحية من بقية الجهاز الفني واللاعبين أيضا لخالد عبود، ولكن شوف
المشوار، يعني قطع ملعب الأنصار تقريبا كاملا مر بال أيضا محور ارتكاز تسديدة، لا وجود لرقابة لصيقة، لا وجود لتدخل سريع أيضا من قلوب الدفاع مرواني وسبيع. هنا الكرة تتهادف في مرمى بسيسي، هدف أول للخليج، هدف أول للخليج، والهدف هدف الدقيقة 15، والهدف يسجل لخالد عبود. كرة تعود للخليج مرة أخرى. إذا ربع ساعة عزيزي المشاهد، يا من تحضر يا من تتابع عبر شاشتنا الرياضية الشبابية بتلفزيون المملكة العربية السعودية، الخليج يتقدم وبعد مضي ربع ساعة لعب وبقدم خالد عبود في جولة 14 وفي ثلث ثاني من دوري ركاز سعودي للمحترفين هنا في ملعب الأمير محمد بن عبد العزيز، في الملعب الذي شيد عام 81 يتسع ل 24 ألف متفرج. كما ذكرنا هدف أول من العبود رائع، هدف قطع في مشوار طويل تقريبا ثلثين ملعب فريق الأنصار، تخطى البراء، تخطى عبد الرحمن أنس. إرسالية قصيمي ممكن تعديل، لا وجود لحالة تسلل، مطالبة بلمسة يد ولكن راحت على الهداف خالد القصيمي. تغطية والعودة، كانت كل العودة من زهير سياتي، والكرة في يد مسلم الفريج. إرسالية من الفريج للأمام التركي والعبود جهة أقصى اليمين، هناك صاحب الهدف الوحيد في الدقيقة 15 مهاري، محاولة المرور، الضغط عليه أيضا من ريان الحربي. الكرة تعود مرة أخرى للأنصار، إرسالية للبراء فلاتة، قطعت عند حسين الشيخ، عادت مرة أخرى للأنصار أقصى اليسار، طلب الكرة من أيضا رائد مرواني، ولكن العودة والتغطية من حسين، والكرة جانبية للخليج. العام الماضي الخليج كان في مركز ثامن، أنهى ست أو أنهى 30 لقاء ب 12 فوز، 7 تعادلات و 11 خسارة. هنا المرور الرائع، هنا الدخول، هنا التوغل، هنا المشوار من العبود، هدف أول ولا أروع يسجل للاعب القادم من الاتفاق للأنصار بسبيل الإعارة. شوف هنا الإرسالية أيضا لحسين التركي، ولكن التغطية، كل التغطية من عبدو بسيسي. سريع للأمام، كرة تلعب للأمام، تتخطى منتصف ملعب الفريق الخلجاوي، عادت عند مروان، محاولة عمل العرضية للقصيب، التغطية أيضا كل التغطية من حسين الطريدي، ضربة زاوية للأنصار. كما ذكرنا الخليج لعب 30 العام الماضي، فاز في 12، تعادل 7، خسر في 11، ولكن الأغرب التسجيل هو 41 له وعليه، سجل 41 في مرمى 41، وأيضا في النهاية حصل على 43 نقطة. الأنصار كان في دوري زين، والأنصار لا والله نتائجه كانت قاسية وقاسية جدا، حيث خسر 17 مباراة على التوالي، دخل معها أرقام جونس للأرقام القياسية. هنا الكرة عند مراد مهدي، كرة تلعب على القائم الأول، والكرة يبدو أنها تخطت الخط، عادت ضربة مرمى عند مسلم الفريج، ضربة مرمى الفريق الخليج، تلعب بشكل سريع أقصى اليمين، هناك عند طلال مجرشي، طلب الكرة من حسين الشيخ، بالفعل إرسالية للشيخ، هنا الكرة في المنتصف، محاولة المرور بلاعبين من الأنصار، ولكن أيضا التغطية عليه والضغط، والكرة تعود للأنصار. الأنصار قبل العام الماضي كان هو والخليج في نفس البطولة دوري الدرجة الأولى السعودي قبل أن يتم تغييره لدوري ركاء السعودي. الأنصار تأهل ب 55 نقطة بعد 30 لقاء، 15 فوز 10 تعادل 5 خسائر، سجل 40 في مرمى 24. الخليج أيضا كان مركز خامس بنفس ترتيبه في اللحظة وفي الأثناء، لعب 30 فاز في 14 تعادل في 7 خسر في 9 سجل 44 أيضا في مرمى 36 وله من النقاط 49. هنا الخطأ المحتسب للي الأنصار عند سلطان أبو الريش، قادم من الرياض، قادم من المدرسة الوسطى، إرسالية مرة أخرى من البراء، التغطية عادت من الطريدي، العبود كسب المساحة، مرور، هنا المحاولة للخليج، هذه خطرة إذا ما استغلت من المهاري من مسجل الهدف الخلجاوي الأول، ولكن هنا أيضا عودة الدفاعات والكرة بالخطأ للأنصار، ومن ثم الصافرة ضربة حرة غير مباشرة للأنصار، تلعب بشكل سريع. رائد مرواني، توجيهات لرائد من هادي، ولكن هنا المرور بأكثر من لاعب، عادت للقصيم، التغطية مرة أخرى من الطردي، والكرة جانبية للأنصار، كرة جانبية للأنصار، وهنا الحضور، وهنا المحبين، وهنا من يؤازرون أبناء طيبة وأيضا أبناء الدانة هنا في لقاء
الأشقاء في الجولة الرابعة عشر من دوري ركا. الكرة والجانبية كالعادة ستلعب أيضا من عدي عمرو على القائم الأول، محاولة التجهيز من مرواني للقصيمي، خلينا نشوف لعبها أول مرة بنفس الشكل. هنا عادت للقصيمي، محاولة من المرواني ولكن هي الأخرى تقطع، والخطأ للأنصار، خطأ للأنصار والخطأ في موقع ممتاز إذا ما استغل لديهم أكثر من لاعب يجيد التسديد، ولكن هنا الحكم والتوجيهات أيضا للاعبي الفريقين بالهدوء واللعب على الصافرة، ومن ثم عودة أيضا حياة الصد، ولكن هنا الإعادة لأيضا الكرة الأخيرة، اشتراك ما بين اللاعب حسين الشيخ وأيضا براء فلاتة، خطأ محتسب ليس لبراء ولكن لسلطان أبو الريش، خطأ لسلطان أبو الريش، والموقع كما ذكرنا مميز إذا ما استغل ممكن هدف تعديل، ممكن على صار يستطيع التسجيل، ولكن هنا بانتظار صافرة حكم، بانتظار توجيهات مسلم الفريج، بانتظار التسديد، وخلينا نشوف مين راح يسدد. رائد مرواني يبدو أنه هو الأقرب، هو الأميز في التسديد، والكرة والخطأ للأنصار بانتظار صافرة الاستمرارية، بانتظار هدف تعديل أو تخرج إلى الخارج. عادت هدف تعادل بعد التصدي، ولكن شوف المتابعة بامتياز من خالد قصيمي، هدف تعادل بعد تسديدة كانت بقوة عنيفة، تصدى لها مسلم الفريج، ولكن الفرج يأتي عن طريق هدف فريق أحد سابقا، انتقل للأنصار، سجل هدف تعادل أيضا لأبناء طيبة. شوف قوية زاحفة تصدي من الفريج، الفرج بالمتابعة من القصيمي، هدف للأنصار تعديل، هدف تعادل، هدف لهدف، هدف تعديل، الأنصار يستطيع التسجيل، هدفين في ظرف تقريبا 21 إلى 22 دقيقة، امتاع كل الامتاع، حلاوتها في أهدافها، وخلينا نسجل هدف خالد قصيمي في الدقيقة 21، هدف تعادل أيضا للأنصار، ما فيش حد أحسن من حد، هنا الطيبين، هنا القادمين من الدانة يتعادلون في ظرف ساعة لعب. عزيزي المشاهد، يا من تحضر خلف شاشة القناة الرياضية بتلفزيون المملكة العربية السعودية، جولة رابع عشر تجمع ما بين الأشقاء في هاللقاء وفي دوري ركاء، تعادل إيجابي، أبيض هدف لهدف بعد أن سجل العبود، هنا القصيمي يستطيع التسجيل والتعديل للأنصار لتصبح النتيجة في الدقيقة 23 هدف لهدف، هدف لهدف، والهدف الأول كان للخليج، التعديل كان للأنصار. كرة والإرسالية للأمام بكل روح رياضية بعد الاطمئنان على أحد لاعبي فريق الأنصار، كرة والإرسالية من الخليج لعبد بسيسي. تكلمنا على المسابقة، النهضة أول بطل والشعلة آخر المتواجدين، أو لا 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 النهضة كان أول بطل في 77. كرة عادت مرة أخرى للفريق الأنصار، إرسالية للأمام، عادت في المنتصف أقصى اليمين هنا عند عدي عمرو، محاولة التعدية ولكن هنا الشد من عدي، خطأ محتسب أيضا لزهير سيهاتي. عام 77 استحدثت البطولة، شارك فيها 8 فرق فقط، هنا الحضور، حضور قليل يتابع هاللقاء، طبعا العذر كل العذر لأبنائنا الطلاب، ليس أمامهم تقريبا إلا أسبوع على بداية الاختبارات، ولكن هنا الاختبار الحقيقي جهة الطرف الأيمن، تلعب للأمام والكرة على القائم البعيد، التصدي أيضا من الفريج والكرة تعود من العجمي للأمام، كنترول من خالد عبود، حسين الشيخ، محاولة المرور من الشيخ، برافو، مميز في المنتصف المرور، ومن ثم العودة للمساندة عند طلال مجرشي، طلال مجرشي، كرة عند الطريدي، إرسالية للأمام ولكن الكرة أيضا تقطع من سلطان أبو الريش، تعود جانبية للأنصار مرة أخرى. طبعا الشباب والاتفاق لم يعودوا للمسابقة منذ صعودهما، أكثر من فريق سوال طلة بحث عن مجد، أيضا استمر لأكثر من موسم، ولكن الاتفاق والشباب هم من رحلوا لزين ولدوري المحترفين ولم يعودوا مرة أخرى.
من الكرة والتسديدة من بعيد، ولكن أيضا التسديدة قوية بعيدة حضر فيها القوة غاب عن التركيز، ولكن هنا البراء يتأسف من بقية زملاء. طبعا أكثر الأندية للصعود هي أندية القصيم، حيث نالت منطقة القصيم نصيب الأسد من صعود أنديتها للممتاز ما بين المناطق، حيث عانقت الأضواء بخمس فرق. هنا التعادل، هنا المتابعة أيضا من القصيمي، هنا القادم من النادي الجار ومن الجار اللدود أحد، يلعب موسمه أيضا الأول مع فريق الأنصار. كرة عند المرواني ومحاولة المرور والتخطي، بالفعل هدف ثاني ممكن، تصدي من الفريج، مرواني خطير، مرواني ممول، مرواني يبحث عن التسجيل، سواها في هدف التعديل بعد متابعة أيضا القصيمي. شوف التصفيق ايضا من البقيه ومن بنش البدلاء، والجماهير الحاضره تقول لك حلو حلو، ان الجساره كل الجساره، شوف التركيز، محاوله عمل الكره من فوق، مسلم ايضا او مسلم الفريج، ولكن الكره ضعيفه والتصدي، وبرافو للاثنين الفريج والمرواني، كره كان فيها يعني تهديد حقيقي على مرمى الخليج. هنا الدوران الشيخ ارساليه، كره ايضا ترتطم في احد لاعبي فريق الانصار، والف سلامه فهد مرواني. لدينا مرواني رائد كصانع لعب، ولدينا فهد مرواني كقلب دفاع يلعب اليوم في تشكيلة الأنصار. شوف هنا حسين الشيخ، كان في مرور جنبي جسارة في الطرف الأيمن، ولكن الكرة أيضا ترتطم في لاعب فريق الأنصار، وقوع، ولكن يبدو اللاعب قامه. ألف سلامة، ألف سلامة. شوف كان محاولة التصدي، والكرة يبدو أنها ضربة زاوية للخليج. شوف عدال أكثر من مرة، ولا هنا ضربة الزاوية لعب على القائم الأول الرأسية، محاولة حسين التركي، التغطية أيضا من عبدو بسيسي، والكرة في أحضان الحارس، لعب بشكل سريع، والكرة عند المرواني، ثلاثة ضد اثنين، هذه خطرة إذا ما استغلت، الضغط عليه من مجرشي، مرور من مرواني، برافو، إرسالية أيضا للأمام، ولكن الكرة تقطع، تعود عجمي للخلف عند السيهاتي في الطرف الأيسر، ولكن أيضا التذكير أن القصيم هم من صعدوا أكثر، رائد، تعاون من بريدة عربي، والنجمة من عنيزة، والحزم والرس من أو والحزم من الرس، رائد، تعاون، بريدة عربي، نجمة من عنيزة، والحزم من رس، كخمسة فرق شاركت في دوري زين. طبعا أفضل مشاركة من بين الأندية في القصيم، خلينا بعد الكرة هذه، شوف التغطية هنا الراية، وأيضا ضربة حرة مباشرة للأنصار. أفضل مشاركة من بين هذه الأندية الخمسة في منطقة القصيم كانت مشاركة نادي النجمة، طبعا استمر حوالي 10 سنوات اقتحم المربع الذهبي في موسم أو في منافسات دوري خادم الحرمين الشريفين، دوري الممتاز سابقا، وكان في موسم 1998، 10 مواسم للنجمة. هنا أيضا حضور محبي فريقين، ولكن النجمة استطاع الصعود ومن ثم البقاء 10 مواسم كأفضل يعني أندية القصيم في الصعود لدوري زين. خطأ للأنصار، والخطأ محتسب في الطرف الأيمن، والمتعهد المتخصص أيضا مراد مهدي، إذا ما استغل أفضل من ضربة زاوية على القائم الأول، التغطية من العائد حسين التركي، ومن ثم الكرة عند الشيخ، كرة ما بينه وبين العبود بالخطأ، عادة يسارية، كنترول من براء فلاتة، مرة أخرى عند حسين، هذه خطرة، ارتداد، إذا ما استغل مرة أخرى، جهة الطرف الأيمن، إرسالية من محمد محروس، التغطية من مرواني، مرة أخرى خطأ للعبود، خطأ للعبود، والراية هناك تحتسب خطأ، ضربة حرة مباشرة للخليج، ولكن أيضا أحد أكثر الصاعدين والأنصار يحسم فاصلة الصعود الوحيدة. طبعا في سالفة أنه في فاصلة صعود هي مرة واحدة، ولكن كانت بين الغريمين التقليديين أحد والأنصار، وخلينا نتكلم عنها بعد بالكرة. الكرة للأنصار أو الكرة على الأنصار، والخطأ للخليج، والتنفيذ عند السيهاتي يبدو، والتوجيهات هنا من عبد بسيسي، سعد عبود يبدو أنه على التنفيذ، بالفعل جدد عقد الأنصار، يلعب بالثاني مواسمه مع الأنصار، والكرة هنا والانتظار لصافرة الاستمرارية، عبود، إرسالية، تصدي من مرواني، عادت مرة أخرى، حاولت الدوران من التركي، تستخلص من البراء فلاتة، تعود للأنصار. شوف عبد الرحمن أنس كابتانو، إرسالية للأمام بدون عنوان، جانبية للخليج.
طبعا لأول مرة في تاريخ أندية الدرجة الأولى تكون هناك مباراة فاصلة تحدد الصاعد لأندية الممتاز. هادي والي ما هو هادي، هادي واقف يوجه، ولكن أيضا التذكير الفاصلة كانت عام 96 بين فريقي الأنصار وهجر. طبعا احنا ذكرنا الأنصار وأحد لكن عفوا الأنصار وهجر. طبعا الفوز ولا شيء غير الفوز من أجل الصعود لدوري الأبطال دوري المحترفين، وكان ذاك برفقة البطل الوحدة. قمت المباراة على ملعب الأمير عبد الله بن جلوي في الأحساء، كسب الأنصار اللقاء، رافق الوحدة للممتاز موسم 96. طور سلية الأمام، محاولة البحث أيضا عن جهة القصيبي، ولكن هنا الضغط عليه من سياتي والكرة عند العجمي، من ثم العودة للطريدي. جهة أقصى اليمين طلال مجرشي، محاولات كل المحاولات للفريقين، ما فيش حد أحسن من حد. سجل عبود في الدقيقة 11 أو في الدقيقة 21 خالد عبود المعارض الاتفاق سجل، ومن ثم التعديل أتى عن طريق المتابعة من هداف الفريق خالد القصيمي في الدقيقة تقريبا 26. هنا الكرة عادت للخليج، ارسالية حسين التركي، ومن ثم الكرة في يد عبد بسيسي. إذا أكثر من نصف ساعة لعب عزيزي المشاهد، تعادل إيجابي ما بين الأنصار المستضيف بالخليج القادم من الساحل الشرقي، هدف لهدف في الجولة 14 من 8 لقاءات اليوم، أحد هذه اللقاءات على ملعب الأمير وأستاذ الأمير محمد بن عبد العزيز بالمدينة المنورة. كرة في المنتصف تعود عند رائد مرواني، محاولة المرور من مرواني ولكن هذه تغطي عليه من طلال مجرشي، تعود جانبية للمرواني. واضح معانا المرواني مميز، ولكن الجانبيه يبدو ان الخليج لعبت بشكل سريع من طلال للامام. حسين الشيخ ارساليه للتركي، ولكن في النهايه الجانبيه مره اخرى للخليج. طبعا اربع فرق استفادت من الزياده، حيث تم زياده انديه الدرجه الاولى خلال مشوار الدوري مرتين. قرر الاتحاد السعودي لكره القدم زياده الانديه الاولى او زياده انديه الاولى لاول مره عام 92. استفاد منها نادي الحزم والعروبة بعدم هبوطهم للدرجة الثانية، ليصبح عدد الأندية آنذاك 12 فريق. كانت الزيادة الثانية للمرة الثانية عام 94. استفاد منها أيضا نادي الفيصلي والنجمة بعد هبوطهم للدرجة الثانية، ليصبح مجموع الفرق 14 فريق. آخر زيادة كانت استفاد منها الرياض وأحد، ومن ثم أصبح لدينا 16 فريق في المناسب في المسابقة. كرة والخطأ عند مروان، إرسالية للأمام والكرة في يد أيضا مسلم أو مسلم الفريج. مسلم الفريج يمينية أقصى اليسار عند زهير سيثاتي، محاولة من زهير، طلب الكرة من محمد مجرشي أو سعد عبود، ولكن الكرة عند عبود. عودة للخلف مرة أخرى، أحمد عجمي، محاولة المرور من صاحب 31 سنة، هنا الدوران، هنا الكرة يبدو أنها طالت على العجمي، عادت للأنصار جانبية، جانبية للأنصار. وأنا واضح معنا أحمد العجمي، واليوم لدينا أكثر من لقاء، لدينا 8 لقاءات، أحد هذه اللقاءات كما ذكرنا الأنصار والخليج، ولكن لدينا الجيل والنهضة، ولدينا أيضا النجمة والقادسية، لدينا أبها وسدوس، والكرة للأمام والكرة أيضا جانبية. إذن الجيل والنهضة في ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية، النجمة أمام القادسية في ملعب نادي النجمة. لكن الكرة عند مرواني، إرسالية من مرواني والتغطية من العجمي، ضربة زاوية. أبها وسدوس على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بالمحالة، الرياض والحزم في استاد الأمير تركي بن عبد العزيز بنادي الرياض. طائي والعروبة على استاد الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي. حطين والباطن في استاد مدينة الملك فيصل الرياضية الربيع والوطني استاد الأمير عبد الله الفيصل. التذكير طبعا لدينا 16 ملعب تقام عليها منافسات دوري الركاء للمحترفين. ضربة زاوية عند مروان للأمام، إرسالية تغطية من الحارس، عادت مرة أخرى والكرة من حسين الطريدي إلى حسين التركي، والتغطية عليه من أيضا الآخر أسبيع، دوران من هداف الفريق الخلجاوي. المحاولة الضغط عليه بأكثر من لاعب جانبية لكابتان وفريق الخليج حسين التركي. الجولة الماضية النهضة فاز على الربيع على استاد الأمير فهد بن سلمان بنادي النهضة،
الوطني والآخر تعادل مع الجيل في استاد مدينة الملك خالد الرياضية. الباطن سلبيا مع الأنصار في ملعب إدارة التعليم بحفر الباطن الخليج، لكن هنا الكرة جاءت الطرف الأيمن خطرة للفريق الخلجاوي. إرسالية بالخطأ عادت مرة أخرى للأنصار. سدوس خسر من نجمة بهدفين لهدف. حزم تعادل مع الطائف ملعب نادي الحزم إيجابيا بهدف لهدف. هذا طبعا بالنسبة للجولة الماضية التي كانت في 19 و20 من ديسمبر الحالي. سلية للأمام ولكن الخروج بشكل ممتاز من الفريج، من ثم باليد عادت إلى العبود مرة أخرى أقصى اليمين هناك، ولكن يبدو أنها طالت على حسين طريدي. لحق فيها، لحق عليها طريدي. عادت مرة أخرى للخليج، محاولة المرور، برافو، مر بأكثر من لاعب بيني كرة خذوهات، ولكن في النهاية الصافرة ضربة حرة مباشرة للخليج. حسين الشيخ مميز في الوسط الأيمن، يساند في الدفاع، يبحث عن تمويل الهجوم. هنا الإعادة لخطأ حسين الشيخ. كرة إرسالية جاءت الطرف الأيسر عند الزهير سيهاتي. كرة ما بينه وبين علي الشعلة، لكن الكرة والنهاية تعود مرة أخرى في المنتصف. تغطية كانت من دفاعات فريق الأنصار. مرة أخرى سيهاتي، محاولة جهة الرواق الأيسر، كرة بينه وبين أيضا محمد محروس، لكن شوف الإقفال. عودة جل لاعبي فريق الأنصار، التمترس في الخلف، البحث عن الارتداد السريع والإرسالية للرائد مرواني أو صاعد الهدف خالد السيلي. كرة عند طلال مجرشي، مرور من طلال بلاعب والمحاولة بالتخطي باللاعب الآخر، ولكن الضغط أيضا والكرة تعود من أبو الريش جانبية عند طلال مجرشي. إرسالية كنترول يبدو أنه خاطئ، ومن ثم جانبية للأنصار. الجولة الماضية تأجل فيها لقاءين القادسية والعروبة طبعا لمشاركتهم في بطولة كأس مو سيدي ولي العهد. مشاركة مشرفة للقادسية والعروبة. صحيح العروبة خرج من الفتح بعد أن قدم يعني لقاء رائع ممتاز، حضرت فيه 5 أهداف، 3 منها للفتح متصدر دوري الزين مقابل هدفين أيضا للعروبة. القادسية فجر مفاجأة، أقصى العميد الاتحادي، ومن ثم خرج على يد الرائد بهدفين لهدف. كرة عند المرواني والإرسالية للأمام، التغطية أيضا من قلب الدفاع الطريدي، عادة رأسية أيضا بالخطأ في يد الفريج. قصيرة يسارية عند السيهاتي، والكرة عند الباك الأيسر. طلب الكرة من علي الشعلة، بالفعل إرسالية لعلي في المنتصف عند سعد العبود. تغيير اللعب أقصى اليمين هناك عند طلال مجرشي. حاولت المرور، تخطي، كسب المساحة، بالفعل إرسالية لخالد العبود. كرة ما بينه وبين أخوه سعد عبود في المنتصف عند حسين الشيخ. إرسالية في الأمام، هذه خطرة، قائم أول ممكن، التدخل أيضا من براء فلاتة محور ارتكاز، ضربة زاوية للخليج. شوف حسين التركي لديه أكثر من هدف، راح نتكلم عن الهدفين بعد شوية، لكن هنا أيضا واضح معنا في الصورة إبراهيم سبيع صاحب القميص رقم 6. شوف خادر عبود، إرسالية كرة ما كانت ما بين السبيع والتركي، في النهاية ضربة زاوية للخليج. هنا حسين التركي، وهنا أيضا المتعهد محمد محروس للأمام على القائم الأول. والتغطية من السبيع رأسية عادت مرة أخرى، استخلاص بشكل خاطئ للفريق الأنصار. سلطان أبو الريش، الضغط والخطأ على سلطان، الخطأ محتسب أيضا لحسين الشيخ. نشوف خطأ كان محتسب أيضا لمحمد محروس صاحب القميص رقم 88، والخطأ في موقع أفضل من ضربة زاوية، والتنفيذ يبدو أنه عند سعد عبود. سعد العبود له أكثر من تجربة، سبق اللعب في التعاون، سبق اللعب في الاتفاق، الآن حدث رحالة في الخليج. هنا الكرة عند سعد عبود، والتوجيهات من الحكم المساعد، والاستمرارية هنا من حكم الساحة على القائم الأول. التغطية عادت، التسديدة، مرور، خداع من الشعلة مرة أخرى كاد يشعللها، ولكن أيضا لم تنطلي على قلب أو محور الدفاع. براء فلاتة عادت عند الأنصار في الدائرة تماما،
إرسالية للقصيمي، كنترول لا وجود لحالة تسلل طالت على القصيمي، هذه خطرة وكانت لعبد الرحمن أنس، لم تكن للقصيمي، لا وجود لحالة تسلل استمرارية، ولكن الكرة طالت على أنس، عادي ضربة مرمى عند مسلم الفريج، هادي ما هو هادي كما ذكرنا 53 سنة بديل الخشاب، أيضا يساعد المدرب الوطني بندر الأحمدي. بندر الأحمدي أدار تقريبا لقاءين بعد إقالة المصري في الجولة التاسعة، هنا ثالث لقاءات أيضا التونسي هادي الوالي. هنا التفاهم ما بين المساعد الأول وحكم الساحة، ويبدو أن هناك توجيه إن لم يكن هناك قرار انضباطي من الحكم، وهنا استدعاء لأحد لاعبين أو أيضا للمدرب الخلجاوي أيمن رجب، وراح التوجيهات هنا من حكم الساحة للمدرب والمدير الفني اللي تم التجديد معه، طبعا جدد معه وجددت الثقة فيه. بديل للوطني خالد مرزوقي، عمل مساعدا للمصري أحمد العجوز عندما درب الخليج، هنا أيضا مدير الفريق حسين الصادق، أيضا واضح في الصورة الإداري حسين السبع، ولكن هنا المصري أيمن رجب. كرة الفريق الخلجاوي عند حسن الطريدي، وإرسالية للأمام، ولكن التغطية والرأسية من أيضا مرواني عدد في المنتصف، محاولة الدوران من أنس معاري، برافو، أخذ لاعب، أخذ أيضا سعد عبود محاولة المرور، ولكن أيضا لا وجود لخطأ استمرارية، كرة في المنتصف، حسين الشيخ أقصى اليمين هناك عند خالد عبود مميز في الطرف الأيمن، إرسالية حسين التركي، محاولة المرور من الكابيتانو، الضغط عليه أيضا من فهد مرواني، ولكن هنا المرور والتمرير الخاطئ عادت مرة أخرى للخليج. عجمي في المنتصف، تغيير اللعب من الباك الأيمن للباك الأيسر، من طلال مجرشي إلى أيضا زهير سهاتي، التمرير في العمق على الأقصى اليسار، هنا المحاولة إرسالية من الشعلة، ولكن أيضا في يد أبسيسي، يسارية كانت من علي الشعلة، ولكن الكرة أيضا طالت على محمد محروس وفي يد بسيسي. كرة والرأسية من دفاعات فريق الخليج طالت، هنا لا وجود لحالة تسلل، يسارية من الشعلة، كنترول خاطئ من محروس، وفي النهاية حارس المرمى عبد بسيسي أيضا بالأحضان. هنا عبد بسيسي لعب للأهلي، تقل للأنصار، كرة عادت للخليج مرة أخرى، ورسالية حسين التركي، التغطية من إبراهيم السبيع وفهد مرواني، ومن ثم الكنترول من براء فلاتة، طلب الكرة أقصى اليسار، ريان حربي، طالت على ريان، عادت مرة أخرى للخليج، طلال مجرشي هو ومحروس، مرة أخرى أشوف الأنصار يعود للخلف، الأنصار يتمترس في الدفاعات، الأنصار يبحث عن الارتداد السريع فقط، ولكن هنا تخطينا الأربعين بدقيقتين وشوية. عزيزي المشاهد، يا من تتابع لقاء الأنصار والخليج في الجولة 14 من دوري الركال المحترفين، ممكن هدف ثاني، مرور تمرير أيضا لحسين، لم يكن هناك سيطرة أيضا من عبد بسيسي، مرور من الرائع صاحب الهدف الأروع، أيضا الهدف اللي تقدم فيه الخليج، شوف ما بين الأقدام، إرسالية لحسين لم يسيطر عبد بسيسي، تسديدة أيضا من هداف الخليج حسين التركي القائم، يتصدى لكرة حسين التركي، كرة ضربة مرمى للأنصار، شوف مرور كان يعني شوي كان في نوع من الحظ، ولكن شوف عدم السيطرة من عبد بسيسي، الدوران إرسالية من حسين القائم، يتدخل هدف ثاني ملغي بعناية الله، ومن ثم القائم، هنا حسين هداف الفريق الخلجاوي، وهنا عبد بسيسي الذي لم يتمكن من السيطرة على آخر كرة، كرة كانت خطرة بالفعل، قائم يتدخل مع عبده، هدف ثاني ملغي للخليج. راسية من العبود للخلف، مرة أخرى عادت للعبود، مرور برافو، محاولة التجهيز، ولكن هنا الصافرة والخطأ لسعد عبود. الجولة القادمة ستكون بعد شهر تقريبا، أن الله أحيانا راح تكون في الثاني من يناير أو بعد 24 تقريبا يوم، جولة 15 بدوري ركاء. هنا الشعلة ومحاولة المرور من الشعلة، برافو، دوران بأكثر من لاعب، التغطية عليه والخطأ في موقع مميز،
خطأ بعد مرور بأكثر من لاعب، واحد واثنين وثلاثة. هنا التغطية من إبراهيم السبيع والخطأ على السبيع لأيضا علي الشعلة. علي الشعلة على فكرة كان في تفاوض ما بينه وبين إدارة أيضا الشعلة من الخارج، ولكن يبدو أن علي الشعلة لم يوافق أيضا الأستاذ وأيضا المهندس عفوا فوزي الباشا. كان في تناقل أنه علي الشعلة راح يروح للشعلة، لكن هنا دقيقة وحيدة فقط عزيزي المشاهد، مرفوعة من الحكم الرابع كوقت بدل ضائع من حكم الساحة اليوم بعد مرور 45 دقيقة أولى، فترة أولى تنقضي أيضا حصة أولى على وشك النهاية. دقيقة وحيدة محتسبة، ولكن هنا الخطأ والتميز في موقع الخطأ إذا ما استغل علي يزيد الغلة عن طريق حسين الشيخ، التسديدة التصدي أيضا في الحائط البشري، إرسالية للأمام عند فريق الخليج تعود جانبية وعند طلال مجرشي تحديدا. إذن دقيقة أخيرة ودقيقة أخيرة بانتظار أن تنقضي شوط أول أقل ما يقال عنه جيد إلى متوسط، حضر فيه التسجيل لكل الطرفين. أبناء الدانة بكروا في التسجيل عن طريق خالد عبود، التعديل من أبناء طيبة الطيبة، حتى من متابعة تسديدة رائد مرواني خالد القصيمي هدف تعادل للأنصار. هنا الصافرة عزيزي المشاهد.